يتابع سكان منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تحديدا بقلق كبير تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط مخاوف من تحوله إلى وباء فتاك، وخصوصا مع غموض أسباب انتقال العدوى منه إلى الإنسان. المزيد مع مراسلنا عبد الله الزعبي. فيروس كورونا اسم جديد في هواجس الصحة العالمية. الفيروس له من الضحايا في المملكة السعودية أكثر من 480 مصابا، ما يسمح بالنظر إليه كجائحة متوقعة لا تزال مجهولة الإحداثيات. يمكن أن يكون هناك حالات كثيرة غير مشخصة مرت كفيروس كإنفلونزا عادية أو زكام عادي ولم تشخص، لأن المريض شوفي شفاء تاما. الفيروس يؤثر على العضلات فيتحلل البروتين اللي فيها، وعندما يذهب يتجول في الدم ويصل الكلية ممكن أن يسبب قصور كلوي، هذا سبب الإصابة الكلوية، بينما سبب الإصابة التنفسية هو تأثير ضار على الجهاز التنفسي على الرئة. وكغيره من الأمراض ذات المنشأ الحيواني لم تعرف بعد وسائل انتقاله إلى بني البشر، فالأبحاث التي صدرت مؤخرا عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الجمال هي المتهم الأول بانتشاره وانتقاله إلى الإنسان. الدراسة الهولندية أجريت على الماشية من إبل وأغنام وبقر وماعز، أجريت في هولندا على عينات من تشيلي وأسبانيا وهولندا وعمان. الدول الثلاث الأولى كل العينات كانت سلبية، بينما الخمسين عينة التي أخذت من عمان كانت كلها إيجابية للأجسام الضدية لفيروس كورونا. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن قرابة 75% من الحالات المعلن عنها أخيرا هي حالات ثانوية حدثت عبر انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، حيث أن غالبيتها ظهرت بالعدوى داخل منشآت للرعاية الصحية. تتخذ الوزارات والهيئات الحكومية في أبوظبي والرياض العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تأتي ترجمة للقلق الذي أبدته منظمة الصحة العالمية من تزايد حالات الإصابة بهذا الفيروس في الأسابيع الأخيرة، والذي جاء بعد الكشف عن حالتي انتشار وقعتا في منشآت للرعاية الصحية في السعودية. عبد الله الزعبي، RT دبي.